نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. انتخابات جزئية في بلديات تبار والعيون وسيرس من ولايات باجة والكاف والقصرين إثر حل مجالسها البلدية. اجتماع غدا لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنظر في مسألة التزكيات النيابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. الإعلان في السودان عن أسماء المدنيين الخمسة في المجلس الانتقالي الحاكم بعد اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. الثامنة من تونس، أهلا بكم. أكمل ناخبون اليوم تصويتهم في الانتخابات الجزئية ببلدية العيون من ولاية القصرين بعد أن اخترع أمس الأمنيون والعسكريون انتخابات تقوم لتعويض مجلس بلدي منحل إثر تقديم 10 أعضاء استقالتهم إلى والي الجهة في ماي الفارط، وقد بلغت نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع إلى حدود الساعة 5 مساء 48.98. نسبة إقبال وصفت بالمحتشمة ودون المأمول، خاصة في ظل عزوف الشباب على التوجه إلى مكاتب الاقتراع التي يبلغ عددها بمعتمدية العيون 23 مكتبا، مكاتب موزعة على 19 مركزا. أكثر عباد جات تنخب توا بريسك هما من معناها من الكهول، الشباب ما عادش ثم عزوف، ما عندناش حتى تجاوزات باستثناء بعض الممثلين القائمات اللي يمشوا معناها يحبوا يوروا للمقترعين الناخبين معناها مركز معناها مكاتب الاقتراع نتاعهم، هذا يسمى التاثير على الناخبين. احنا نحاولوا معناها نبعدوهم، نرجو انه معناها التشكيله اللي باش تنال ثقه المواطنين تكون في مستوى انتظارات الاهالي، يحاولوا انهم يتجاوزوا الاخطاء اللي صارت المره اللي فاتت في علاقه بعمليه التواصل بين اعضاء مجلس البلدي. جينا مجلس باهي ومستقر ومنسجم ويخدم البلاد هذه اللي تستحق خدمة كبيرة. في القائمات الكل ما عجبتنيش الكل، خاطر حسب ما شوفناه ما قدموش برنامج واقعي يتحقق قادر انه المجتمع يقبله ويفهمه وهو قادر على التحقيق. فهمتني؟ رغم هذا جيت معناها وانتخبت، وان شاء الله يكونوا هم في مستوى اظن العباد اللي انتخبوه. اذا كان وصلت عباد نظيفه ومثقفه وقاريه اكيد راهي باش توصل للبلاد المخير. وللاشاره فان نسبه اقبال الامنيين والعسكريين على مراكز الاقتراع لم تتجاوز 13.7% من عدد المسجلين، اي 15 امنيا وعسكريا من جمله 109 من المسجلين ببلديه العيون التي تشهد اليوم انتخابات بلدية جزئية إثر حل مجلسها البلدي سابقا بأمر قضائي. بلدية تبار من ولاية باجة تعيش هي الأخرى انتخابات بلدية جزئية عقب حل المجلس البلدي القديم يوم 28 من مايو الماضي. منذ الساعة 7 صباحا انطلقت عملية الاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية بتبار من ولاية باجة، والمقرر إجراؤها يومي 17 و18 من شهر أوت الجاري، حيث بدأ الناخبون في التوافد على مراكز الاقتراع الستة الموضوعة على ذمتهم وسط استعدادات أمنية ولوجستية هامة، حيث تم توفير كافة المستلزمات وجلب المواد الانتخابية الحساسة والمكتبية والتثبت منها، وبعد أن تمت أمس عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين. جانب تنتخبوا قبل واجب، خاطر فهمتني حومتنا والبلاد فهمتني تبار رمنسية، فهمتني على الأقل ننتخبوا الناس فهمتني باش تعاوننا. أنا اليوم قمت واجبي الانتخابي مقتنع باقتناع، وإن شاء الله معناتها تتم في ظروف طيبة العملية الانتخابية والجدير معناتها إن شاء الله معناتها القائمة الجديرة تستحق معناتها باش تحسن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية في تبار. قمت بواجبي في الانتخاب البلدي بمعتمديتي، أمور باهية عنا، كنا ذهب كل ديمقراطية. عدد من الناخبين أكدوا على أهمية القيام بواجبهم الانتخابي من أجل حسن اختيار من يمكنه النهوض ببلدية تبار إثر حل المجلس البلدي بتبار بصفة رسمية في 28 من شهر مايو الفارط، في حين أكد ممثل شبكة مراقبون على حسن سير العملية الانتخابية منذ الصباح. العملية انطلقت في وقتها معناها الانتخابية، البيرو تحل في وقته 7، الأمور منظمة، ما فماش تأثير على الناخبين، ما فماش
ما خلالات معناها واضحة وإلا عملية جسيمة. قمت بالعملية كالناس الكل، حق ذاك حق وواجب في نفس الوقت، حقنا باش ننهنوا ببلاد متاعنا، في نفس الوقت واجب باش نكونوا مساهمين على الأقل بأبسط حاجة بصوت. وفرنا الجانب اللوجستي والبشري والمادي لإنجاح الانتخابات الجزئية البلدية باعتبار. هذا وتتنافس 6 قائمات في هذه الانتخابات البلدية الجزئية باعتبار، تنقسم إلى 3 قائمات حزبية و3 قائمات مستقلة. كذلك الأمر بالنسبة للانتخابات الجزئية ببلدية السرس من ولاية الكاف، وقد ترشحت لها 4 قائمات. الهيئة الفرعية للانتخابات بالكاف أكدت وضع 10 مراكز اقتراع على ذمة الناخبين في مختلف مناطق البلدية، وتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وفرنا جميع المستلزمات اللوجستية والبشرية، برغم اللي تعرفوا اللي جات في ظرف صعيب انه مع وفاة الرئيس الراحل وتقديم موعد الانتخابات الرئاسية ادخل بعض الاضطراب الحقيقة ومزيد الارهاق، يعني الارهاق مادي وبشري وعلى جميع المستويات، ورغم ذلك وفرنا جميع المستلزمات لانجاح هذه المحطة. اقبال الناخبين على مراكز الاقتراع كان ضعيفا، فيما أكد الناخبون ضرورة أن يعمل المجلس البلدي القادم على إيجاد الحلول لبعض الإشكاليات المطروحة، وفي مقدمتها التنمية والتشغيل والبنية الأساسية. واحد من الناس جيت نخبت وأديت واجبي، ولكن دون ثقة ودون أمل حقيقي في الغد، لأن ما ثمش برامج حقيقية، ما ثمش عمل استراتيجي. إن شاء الله هم إذا كان نحن أعطينا فيهم ثقة، إن شاء الله هم يكونوا على قد الثقة باش يرفع من المستوى تاع البلاد هذه، خطر البلاد هذه اذا كان احنا ما خدمناهاش وما خدموهاش هما، احنا خدمنا قبل اخويا يخدموا معنا، يخدمونا يدزونا شويه البلاد، راه ما بقاش فيها شيء. 4 معامل مسكرين، البطاله ماكله بعضها. السرس بالنسبه للسرس من كانت من احسن المعتمديات الموجوده في ولايه الكيف. يلزم يكونوا عندنا رؤساء بلديه ولا اعضاء ولا اللجنه المركزيه تاع البلديه، لازم تكون قويه، تكون ناس فعاله. ضعف في اقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في الانتخابات البلديه الجزئيه ببلديه السرس من ولايه الكاف، ومطالب من الناخبين بايجاد الحلول لمشاكل الجهه ومشاغل مواطنيها. بعد أن نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة التزكيات البرلمانية لفائدة المترشحين لسباق الرئاسية السابقة لأوانها 19/2000، تبين وجود بعض الإخلالات، نتابعها في هذا الروبورتاج. على إثر نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموقعها الإلكتروني قائمة أعضاء مجلس نواب الشعب المزكين لمترشحين للانتخابات الرئاسية في استجابة لمطالب منظمة المجتمع المدني بعنوان حق النفاذ إلى المعلومة وإضفاء الشفافية على خريطة المشهد السياسي، اتضحت جملة من الإخلالات تتعلق أساسا بتزكيات مزدوجة وبتزوير لتزكيات بعض النواب. تزكيات مستوجة، وقد قام نائبان بالتصريح بكونه نفي انهم معناها زكاو السيد حاتم بالابيار وهو السيد ماهر المجدوب وكذلك السيده كريمه نجاز، اذا رفض معناها نفاو اللي هما قدموا التزكيه نتاعهم. ولهنا فما اشكاليه في صوره ما يتم معناها عدم قبول هاتين التزكيتين، كيفاش باش نعملوا، خاصة وأن السيد حاتم بولابيار قدم 11 تزكية، بالتالي بيولي عندي كان 9. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقرت من جهتها بهذه الإخلالات المتعلقة بمترشح وحيد، وأكدت أنها حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما سيتمخض عن اجتماع مجلس الهيئة المنعقد غدا. أحد المترشحين يبدو أنه عنده مشكلة مع 3 تزكيات، كنا نعتقد أنهم 2 تزكيات متكررة، وقام بجلب 2 تزكيات أخرى في مكانها، لكن يبدو أن المسألة أعمق من هكا، وهناك إشكال في 3 تزكيات. إذا يبشي خلي مجلس الهيئة إن شاء الله، عنا مجلس غدوة بشي نعقد، تطرح المسألة على مجلس الهيئة، وأكيد سيكون للمجلس قرار في المسألة هذه. عنا الولاية العامة على المادة الانتخابية، ومطالبين أن نوفر ظروف انتخابية تكون سليمة،
المسألة هذه باش نتعاطاو معها بجدية كاملة يوم الغد إن شاء الله. وفي سياق متصل أكدت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات أنه بات من الضروري إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي بما يجنب العملية الانتخابية مثل هذه الإشكاليات. نجم نطلب من التسكيات البرلمانية أن تكون فما تعريف بالإمضاء، وهذا إجراء مش صعيب خاصة العدد متاعه مطلوب 10 تسكيات فقط أو أكثر، وهذا ممكن ونجمه أحنا في القانون الانتخابي في إطار تنقيح القانون الانتخابي إن شاء الله بعد الانتخابات 2019 وبعد تقييمها قوموا بمعنيها التوصيات في هذا الغرض. ووفقا للبيانات التي أوردتها الهيئة فإن عدد النواب المزكين لمترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 252 نائبا من مجموع 217 نائبا، وقد توزعت تسكياتهم على 11 مترشحا للرئاسية. تعزيز دور المرأة الريفية والاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على الموروث المحلي الغذائي والثقافي هي أهم القيم التي نظمت على أساسها جمعية العمل الاجتماعي بقليبيا معرض المنتجات الغذائية في مناسبة تشهد إقبالا محترما. التعريف بالمنتوج الغذائي المحلي وتثمينه وتثبيتا لمبدأ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر رافد دعم المرأة الريفية مثل الهدف الأكبر لمعرض المنتوجات الغذائية الذي نظمته جمعية العمل الاجتماعي بقليبيا. نوعية نظام العيش تبدل بالنسبة للعائلات، وزاد خاطر المرأة ولات موجودة في العمل. دونك نحبوا نشجع معناتها الرساله اللي نحبوا نوجهوها بالله عليكم، وليوا اعملوا العوله لما فيها من قيمه غذائيه واقتصاديه وحتى معناتها تفاؤليه. ثاني حاجه نحبوها تكون رافد لدعم المراه الريفيه، وثالث حاجه نحبوا نثمنوا المنتوج الفلاحي متاعنا. هذا العمل الاجتماعي إلى جانب إعادة تأسيس وتأهيل الموروث الغذائي كان له بعد تنموي أساسه المرأة، انسحب على المحافظة على المنتوجات الزراعية القديمة وطريقة تحويلها لبعدين إنسانيين أساسيين. نسيج اجتماعي واقتصادي جديد في مستوى القرية في مستوى المدينة، وبتلاقح هذه الأنماط الاجتماعية الإطارات النسائية مختصة عليا، والمرأة الريفية ثم حاجة كسرناها كل جدار متاع أكل بسيكولوجي النفساني. المنتوجات وجدت صداها كبيرا لدى الزوار وحققت مبتغى التظاهرة ليكون أول الغيث قطرة ضمن هذه التجربة الأولى. حاجة برسم اكسيرون خاطر ذقتها قبل ونعرفوا اللي حاجة نظيفة وحاجة معمولة في الدار ديالي كما اللي كنا ناكلوه قبل عند جدودنا وعند اللي ما عادش نلقاها تو الحقيقة. الناس تحب ترجع للحاجات الديري الأصالة نتاعنا والتراث نتاعنا. يعرف شكون خدمه ويعرف العبيد اللي وقفت عليه. حركة اقتصادية واجتماعية تبدو بشائرها حسب الملاحظين عظيمة لدعم الاقتصاد النسائي، وبكل بد مزيد دفع السياحة بقليبيا عبر معطى الموروث الغذائي المحلي. وفي نشاطات الأحزاب نظم حزب أمل اجتماعا شعبيا بمدينة الفحص من ولاية زغوان بحضور رئيسة الحزب، وقد عرض أهم برامجه الاقتصادية للجهة خاصة وأن الفحص مدينة فلاحية. أكدت سلمى اللومي رقيق رئيسة حزب الأمل أن الحزب له رؤيته لمستقبل تونس من خلال برامج تنهض به ويمكن تطبيقه على أرض الواقع في صورة فوزهم بالانتخابات التشريعية. حزب الأمل عنده 33 قائمة، إن شاء الله يكون يزاحم الأحزاب الكل، وفيه كفاءات في كل جهات موجودين عندهم أهمية وعندهم طموحات كبيرة، إن شاء الله ننجحوا وبرنامجهم هو معناها واقعي. هذا وقد أكد القيادي بحزب أمل محمد رمزي خميس أن حظوظ الحزب في الفوز بالتشريعية موجود نظرا لمصداقية أعضاء الحزب، خاصة أن العديد منهم نواب مجلس الشعب وخدموا جهاتهم كما ينبغي في السابق حسب تعبيره. التشريعية معناتها حظوظنا موجودة وسنثبتها على أرض الميدان بأفكارنا وبمعناتها علاقاتنا وبمعناتها آرائنا وبعملنا خلال 5 سنوات. أنا عضو مجلس نواب وعديد زملاء ثم 8 أو 9 رؤساء قائمات هم أعضاء مجلس نواب، خدموا جهاتهم، ساهموا في جهاتهم، معروفين في جهاتهم، عندهم الإنجازات نتاعهم في جهاتهم، يقدروهم ويحترموهم في جهاتهم لأنهم كانوا صادقين مع أهاليهم في جهاتهم. هذوما الكل مش نخدموا عليه، عندنا برامج، عندنا مقترحات.
ويدخل حزب أمل الانتخابات التشريعية ب33 قائمة، كما أن رئيسته مرشحة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. نظم الحزب الدستوري الحر بتونس العاصمة ندوة وطنية للتونسيين المقيمين بالخارج، قدم خلالها أبرز ملامح البرنامج الانتخابي للحزب، وخاصة منها المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج، وأهم الاستعدادات لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها. أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن تنظيم الندوة الوطنية للتونسيين بالخارج هي فرصة لتبادل الحوار وطرح مشاغل التونسيين بالخارج والاتفاق مع منخرط الحزب على مختلف المهام التي سيطلعون بها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية. طبعا اليوم احنا في إطار المحطة الانتخابية قمنا بشرح كل الملابسات متاع الخارطة الجغرافية السياسية في تونس، واتفقنا على أهم يعني الأعمال اللي باش تقوم بها التونسيين بالخارج المنخرطين مع الحزب واللي باش يدعموا قائمات الحزب ويدعموا مرشحة الحزب في الانتخابات الرئاسية. وأكد أعضاء الحزب الدستوري الحر استعدادهم للدخول للاستحقاق الانتخابي القادم، أملا منهم في تغيير الخريطة السياسية وإعادة الاعتبار إلى التونسيين المقيمين بالخارج وفق تعبيرهم. احنا تو المتنفس الوحيد اللي نشوفوه الحزب الدستوري الحر باش يرد لنا اكل استقبال في البط وبالمشموم والطبال والزكار، وفي في 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 نبداو في المطارات معناها محترمين، حتى كيف نجيبوا وليداتنا ونجيبوا حويجاتنا معناها نبداو مضمونين. حزبنا في فرنسا الشماليه والجنوبيه، الاجتماعات يعني متتالية بخاص كل نهار كل جمعة كل مع الهياكل الحزب سواء في الداخل أو في الخارج، باش نحضروا الليجان المراقبين يعني للمرحلة الانتخابية، خاصة توا الرئاسية اللي جات يعني تقدمت على التشريعية. وتم خلال الندوة عرض لأبرز ملامح البرنامج الانتخابي للحزب الدستوري الحر، وخاصة منها النقاط المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج. في أخبارنا الدولية، يدخل السودان مرحلة انتقالية جديدة بتوقيع وثيقة الإعلان الدستوري، وعلى إثر هذا التوقيع أعلنت المعارضة السودانية أسماء المدنيين 5 في المجلس الانتقالي الحاكم الذين من المقرر أن يمثلوا القطاع المدني في مجلس انتقالي حاكم من المدنيين والعسكريين في البلاد. بعد الاتفاق الذي وصف بالتاريخي لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في السودان، وبعد أشهر من التجاذبات والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، يدخل السودان عهدا جديدا في تاريخه بعد التوقيع أمس على وثائق المرحلة الانتقالية، ويطوي صفحة طويلة امتدت عقودا عانى فيها الشعب السوداني حروبا وصراعات وأوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية حسب ما ذهب إليه بعض المحللين. وبخوض المرحلة الانتقالية، أفادت مصادر إعلامية رسمية بأن تحالف المعارضة حدد الأشخاص 5 الذين اختارهم ليكونوا الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي سيؤدي اليمين غدا الاثنين. وينص الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة على أن يختار التحالف 5 أعضاء والمجلس عددا مماثلا، وأن يختار الجانبان معا العضو 11. ويمهد اتفاق تقاسم السلطة في السودان الذي لقي ترحيبا عربيا ودوليا واسعا الطريق نحو تشكيل حكومة انتقالية تكون في سدة الحكم حتى إجراء الانتخابات. ويتشكل بموجب هذا الاتفاق المجلس الانتقالي الحاكم الذي يكون السلطة الأعلى على الإطلاق في السودان، لكنه يعطي الكثير من صلاحياته في إدارة شؤون البلاد للحكومة الانتقالية. وجاء الاتفاق على الوثيقة الدستورية للمرحلة الديمقراطية بعد مفاوضات عسيرة ومضنية بين ممثلي المعارضة التي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام البشير والمجلس العسكري، احتشدت على إثر جموع غفيرة في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم للاحتفال بهذا التوقيع. اتفاق سيدخل على إثره السودان حقبة جديدة تشهد عملية انتقال إلى الحكم المدني وانقضاء فترة الرئيس السابق عمر البشير. أكدت مصادر يمنية مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، بينهم مدنيون، إثر اشتباكات مسلحة لليوم الرابع على التوالي بين فصائل أمنية وعسكرية تابعة للحكومة في منطقة البيرين في محافظة تعز. ويشار إلى أن الاشتباكات اندلعت منذ الخميس الفارط على خلفية تغيير مدير أمن مديرية الشميتين.
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الاتفاق الأمريكي التركي على ما يسمى بالمنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا، معتبرة أنه استفزازي ومقلق. وقد اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن هذه الخطوة لن تشكل تدخلا في شؤون سوريا فحسب، بل ستضر بأمن المنطقة، ما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة القانون ووحدة أراضي سوريا. في تونس، وفي حركة مواطنية لافتة، بدر شباب أكود زمان بتزيين أنهج منطقة السوق القديمة الحيوية وسط المدينة وتبليط أرضيتها، طامحين إلى أن تدخل مدينتهم برنامج مسلك سياحي نشط، خصوصا باعتبار قرب المكان من ميناء القنطاوية السياحي الشهير. هي بداية لعملية تجميل شاملة بدر بها شباب أكود زمان للأنهج المطلة على شارع الحبيب بورقيبة أو السوق القديمة بأكودة، فقاموا بطلاء جدرانها بالأبيض والأزرق وتبليط أرضيتها ورسم عادات وتقاليد أهاليها حتى تبقى راسخة في ذاكرة كل من يمر من هنا. بل جدودنا كانوا ديما عاملين فاست المنسج، دونك تحسها عادة قديمة، كودية قديمة، فاست المنسج، دونك اخترتها. رجعوا أكودة القديمة اللي نرواها بالكياسات متاع الحجر والحيوط، واحد مزيانين. تلمينا شباب نعشقوا العمل التطوعي، شباب جمعية أكودة زمان اللي أبدع وما قصرش في تزيين الأحياء هذية ليل نهار صباح. البارح بركة قعدنا حتى نصف الليل وهذا ما فيمش حتى مزية. ولأن شارع الحبيب بورقيبة بأكودة لا يبعد كثيرا عن المنطقة السياحية القنطاوي، فلما لا تكون مسلكا سياحيا؟ من هنا احنا نبعدوا تقريبا 3 كيلومتر ونص على القنطاوي على الطريق السياحي، دونك ان شاء الله يا ربي باش يكون مسلك سياحي بامتياز، ان شاء الله يا ربي يتحقق الحلم هذا. الحلم مش حلم أكودة زمانك، هو حلم برشا برشا أكودة. المشروع تقريبا تكلف 5300 دينار حتى لتوا. الحلم الكبيرة هذه اللي باش تكلف برشا فلوس، علاش ما نبداوش هكا بحاجة صغيرة بنهج ولا اثنين هكا؟ حبينا نحيوا هكا التراث نتاعنا اللي تنسيه توا بين الشباب. انا شابة وفي عمرهم ونعرف اللي فما حاجات مازلنا نذكرهم نحنا، اما نحبوا نرجعوا. وبفضل إرادة الشباب المتطوع الذي حول الحلم إلى عمل فني أعطى لهاته الأنهج روحا جديدة استحسنها السكان. كانت هذه كانت طبعة هذه، وكان الحيط هذاك خربة في حالة، لبسوه دهنوا نظفوا الحق، لا باهي الحق الواه الواقع فكلنه في نصبح توا حياتي ولات والله العظيم. والله أنا قاعدة باهت توا، يرحم والدين والده اللي كانوا سبب بيت في النظافة، كيفاش وليت، كيفاش كانت، كيفاش وليت. فلم يعد غريبا أن تمر بنهج أو بحي وتشاهد شبابا يعتني بنظافته وبتزويق جدرانه ليجعل منه نموذجا للرقي وللنظافة. مهرجان نحام الوردي، هذا الطائر المهاجر الذي يزور السواحل التونسية، يحتفل به أهالي منطقة حس الجربي الواقع على ساحل جرجيس من خلال مهرجان يحمل اسمه، مهرجان يسهر على إعداده أبناء الجهة حتى يكون علامة مضيئة في جرجيس. في الدورة الثانية لمهرجان النحام الوردي بمنطقة حس الجربي، فقرات متعددة أثثت فعاليات هذه الدورة، أبرزها عروض الفروسية والموسيقى الشعبية والفولكلورية من تونس ومن خارج حدود أرض الوطن، انتظمت على ضفاف ساحل بحر هذه المنطقة الذي كان مهددا في وقت قريب بالتلوث والانجراف. خرجنا المنطقة هذه من تهميش ثقافي، وخرجناها فريمون من منطقة إلا الناس اللي باش السياحة كهو، دونك دخلنا فريمون في مركز ثقافي في البلاصه هذه. دونك نتفكروا ديما حتى كان في الغربه ديما واحد الانسان مخه في بلاده، والحمد لله نحاولوا بالقدر المستطاع وان شاء الله من حسن الى احسن. تظاهره سياحيه وثقافيه في ان واحد، اعد مختلف فقراتها ابناء المنطقه المقيمين بالخارج، مثلت فضاء لترفيه العائلات وزوار المنطقه من السياح في الداخل والخارج. الناس متشوقه للميز الشعبي للفروسيه الليبيه، طبعا هنا عقاد جايه من ليبيا، زوز عقاد عقد الحرات. مهرجان هايل ومعرض هايل
وخير سمحة وبارك الله فيهم. لا بالحق احنا جينا من فرنسا ونشوفوا في الليدات نستنوا فيه الأولاد كل جو معنا وفرحانين كلهم. أولادنا يروحوا ويلقوا حاجة مدامهم باش يتعلقوا معناتها بالبلاد. تفرهدنا في العطلة بحس جربي إن شاء الله ديما هكا. الناس كلها متطوعة معنا وولاد المنطقة الكل تجندوا لإنجاح هذه التظاهرة وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. عروض الفروسية والموسيقى الفولكلورية والشعبية واحدة من فقرات أخرى انتظمت في هذه الدورة الثانية لمهرجان النحام الوردي التي امتدت على 6 أيام من شروق الشمس إلى مغيبها. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهل تذكرون بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين؟ انتخابات جزئية في بلديات تيبار والعيون والسرس من ولاية باجة والكاف والقصرين إثر حل مجالسها البلدية. اجتماع غدا لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنظر في مسألة التزكيات النيابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. الإعلان في السودان عن أسماء المدنيين 5 في المجلس الانتقالي الحاكم بعد اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.